برلين في المانيا، اشمعنى برلين في المانيا؟ انا يا جماعه عملت بوست على اليوتيوب وسالت الناس ايه يا جماعه المدينه اللي في المانيا اللي ممكن تكون مفضله بالنسبه لك، يعني لو جات لك فرصه عمل، دراسه، اي حاجه في المانيا، تحب ايه المدينه اللي نفسك تعيش فيها؟ الناس اختارت مدن مختلفه، اكبر نسبه كسبت فيهم كلهم برلين. اشمعنى؟ بص الموضوع بيختلف، مش هقدر اقولك ان برلين دي احسن حاجة في المانيا كلها، لا ابقى كذاب بصراحة، بس انا شخصيا ما عشتش في برلين، بس كان في سبب ان انا ما دورتش اني اعيش في برلين. اكتر حاجة كنت بسمعها دايما ان برلين غالية 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 غالية. طب ما دبي كانت غالية وعشت فيها وكنت مبسوط والحياة كانت حلبسة، اشمعنى برلين نفسها اللي لما حاولت اني اسيب البلد اللي انا فيها ما فكرتش فيها خالص بصراحة، ما حطيتهاش اصلا في الحسبة، بالعكس لو كانت هديلي فرصة هناك انا ما كنتش هاخدها. في ناس حذرتني كتير قوي يا جماعة ان برلين دي مش حتتي، مش ملعبي، مش مكاني، يعني انا واحد بتاع فاينانس وعايز ادور على حاجات فيها مثلا محاسبة، فيها بانكينج، الجو ده كله مش لعبتي، هي برلين، برلين هو المكان الغلط بالنسبة لي اللي انا مفروض استهدفه، مش علشان الحتة دي بس، بل وبالعكس كمان ان كانت في مشكلة قوي الواحد بيسمعها كتير هنا من ساعة ما جيت المانيا وكان كل الدنيا بتتكلم عنها، مش هقولك الاجانب اللي زي عايشين في المانيا بس، لكن الالمان نفسهم بيشتكوا منها، ان مفيش مكان تعيش فيه في المانيا في برلين خالص، يعني شبه 99% انسى يا عمرو لو انت عايز تعيش في برلين. خد بالك الكلام ده مش لكل الناس، الكلام ده كان ليا انا بس. بص علشان ما دوخكش معايا وتتوه مني في الكلام، انا هجيب لك حد كان عايش في برلين نفسه، هو ادرى باللي هيقوله من ساعة النصايح يعني، وعاش اكتر مني بكتير في المانيا، وانا تواصلت معاه بالذات علشان هو هيبقى مصدر الثقة في الموضوع، ما بقاش انا طالع عمال بلقلق في الكلام وخلاص، لا انا حبيت حد يكون من اهل الليلة اللي عاش فيها نفسها، فاكيد هي فيها عيوب وفيها مميزات. تعال بقى نسمع منه رأيه ايه بعد سنين كتير قوي عاشها في برلين. ازيك يا اسلام، عندي تصحيح بسيط بس على اللي انت كنت قلته. انا مش بس كنت عايش في برلين، انا ما زلت مقيم هناك، اعزلت ما بين 2016 و2017 وما زلت عايش وشغال هناك في برلين. غلو الحياه في برلين، يعني انت ذكرت ان برلين مدينه غاليه جدا، انا ما اقدرش اتوافق معاك بصراحه في الراي دوت. انا شايف ان هي مدينه بالعكس تماما، يعني very affordable واي حد يقدر يعيش فيها، بالعكس في مدن اغلى بكتير جدا، الحياه فيها اغلى بكتير جدا من برلين، لكن برلين ممكن يكون لصعوبه الحصول على سكن فيها، الناس محتاجه تدفع فلوس اكتر في الاول لحد ما تقدر تستقر. المنافسة على الشقق هناك رهيبة، اللي أسعارها يعني شبه معقولة، بيبقى فيه منافسة غير عادية لأن العدد محدود من الشقق وناس كتيرة جدا عايز تسكن فيها. فأنا في وسط الكوميونتي بتاع أصحابي مثلا في نفس المكان السكني، لو بنتكلم عن إيجارات، شفت ناس بتدفع أقل من 600 يورو في الشهر، وفي ناس بتدفع تقريبا حوالي 1800 يورو في الشهر. طب اللي بيحكم دوت إيه؟ بيحكم أنت بتدور على أني يعني مستوى معيشي، وفي نفس الوقت يعني امكانياتك الماديه هي اللي بتحكم ده بشكل كبير جدا. طب لو حد جاي يبدا حياته لسه في المانيا، اي انسان يقدر يعيش بحوالي 300 يورو في الشهر كطالب مثلا. انا شفت برضو نماذج مختلفه جدا لناس بتبدا حياتها في المانيا ويقدروا او قدروا يعيشوا بمبالغ زي ديت كل شهر. بص برلين يا جماعه مدينه كبيره جدا وحيويه وصحيه وفايقه والدنيا هايصه وفيها حاجات كتيره قوي تتعمل وجميله، ما قلناش حاجه، بس اشمعنى برلين اللي انتوا شايفينها هي الهدف وهي الامل سواء لدراسه او عمل او 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 او؟ من وجهه نظري برلين تعتبر افضل مدينه في المانيا في اوروبا كلها لاي حد عايز يشتغل في مجال التك، فلو انت سوفت وير ديفلوبر، جرافيك ديزاينر، برودكت اونر، اي شغلانه ليها علاقه بمجال software development والتك، فانت مكانك الافضل من وجهة نظري هو برلين. هي صفحة هب كبير للديجيتال والتك ستارت ابس في المانيا وفي اوروبا. لو بنتكلم برضو على الشركات التك الكبيرة زي جوجل، امازون مثلا، اليوروبيان هيد كوارترز بتاعتهم هتلاقيها موجودة برضو في برلين. فده فاتح مساحة كبيرة جدا وسوق كبير جدا لاي حد شغال في مجال التك ان يكون ليه فرصة عمل كويسة في برلين. بيقولوا ان المانيا هي بلد الاكتئاب، ماشي يا معلم؟ فدلوقتي بسمع انا الجمله دي دايما، المانيا هي بلد الاكتئاب ما عدا لو عايش في برلين. ايه بقى اللي عاجبك في برلين؟ لو هتسالني على برلين، اكتر حاجه لفتت انتباهي في المدينه فكره الدايفرستي، مدينه متنوعه بشكل مذهل، فيها كل الاطياف، فيها كل الافكار، فيها كل الاجناس.
يعني افتكر اول ما بدات اعيش هناك واستقر هناك اللي جه في بالي ان انا قلت خلاص يعني برلين is my first home in Germany. اكتر احساس بالانتماء لمدينه جالي وانا في برلين. You can stand under my high umbrella. You can stand under my high umbrella. Ella, Ella, oh umbrella. You can stand under my high umbrella. Oh, oh, da da da, under my high. طيب انا عندي سؤال بس كده عايز افهمه، علشان انا كل لما اجي اعمل بوست في اي حتة على السوشيال ميديا لازم يجي لي رسالة من واحد ولا اتنين في مصر اللي بيخططوا حياتهم كلها، سواء بقى دراسة شغل عمل اي حاجة. في ناس منهم اصلا مش عارفة هم عايزين يعملوا ايه، هو عايز في المانيا وخلاص، بس هو مش فاهم هو عايز يجي ليه اساسا ويجي في انهي مجال وفين وفي انهي بلد، هو مش عارف. فانا السؤال اللي انا عايز اعرفه، هل برلين دي، جاوب لي انت عليه يا ريت، يعني هل برلين هي افضل جهه او افضل وجهه للمصريين بصفه عامه ان هو يجي ويبدا فيها سواء حياته في المانيا او في اوروبا؟ هل هي افضل حاجه؟ يعني على المستوى الشخصي مثلا، انا كان هدفي الاساسي اول ما خلصت الباتشلر ان انا اطلع على طول المانيا عشان اكمل الماجستير بتاعي، وكان اقصر الطرق ان انا اقدم على برنامج دراسي تبع حاجه اسمها الاي تي اي موجوده في مصر، اي اسمه انفورميشن تكنولوجي انستيتيوت، ودي هتوفر لي وقت كبير جدا في الدراسه. وبالفعل قدمت والحمد لله ربنا وفقني واتقبلت وكملت بعد كده دراسه في المانيا. رحت مدينه اسمها بادربورن، مدينه صغيره جدا في الغرب، بس كان الهدف ان انا اطلع بسرعه لالمانيا عشان اكمل ماجستير بسرعه، ده كان هدفي وقتها يعني. بعدين اتنقلت لمدينه تانية اسمها بيليفيلد، كانت مدينه يعني مجاوره للمدينه اللي انا عايش فيها، اكبر شويه عشان اوسع فرص الشغل. وساعتها كنت بدات ستارت اب، كنت برضو عايز يبقى في فرص اكبر بيها الستارت اب بتاعي في المانيا. ايه اللي خلاني اخد خطوه برلين بهدف التغيير؟ والهدف الاساسي ان انا برضو اساعد الستارت اب بتاعي، لاني زي ما قلت وزي ما اتكلمت عن موضوع ان برلين هي عاصمه التكنولوجي والديجيتال ستارت ابس في المانيا، كان ده المكان الافضل والاصح ان انا اكون موجود فيه لو انا عايز اعمل اي حاجه ليها علاقه بمجال التك. وبالفعل انتقلت برلين، وكانت يعني خطوه مهمه جدا ليا في حياتي وفرقت معايا بشكل كبير جدا. هل برلين هي الافضل ولا لا؟ دوت حاجه تحددها انت بناء على اهدافك. هل هي الافضل مكان للدراسه؟ ده يعتمد على مدير الدراسه اللي انت بتدور عليه، ممكن ما يكونش موجود في برلين خالص. هل هي الافضل للشغل؟ برضه هتبقى معتمده على طبيعه شغلك. واتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقك وتلاقوا افضل حاجه او تختاروا افضل اختيار ممكن لحياتك. حاجة بس مهمة جدا، انا بشكرك يا ضاحي جدا 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 انك انت ضيعت وقتك بصراحة وقعدت معايا وعملنا الفيديو دوت عشان الناس تستفاد بيه. بجد شكرا قوي 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 على تعاونك الخرافي اللي انت عملته معايا، وانك انا عارف انك انت اصلا وراك مليون حاجة، بس بجد شكرا قوي 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 قوي، وانا متأكد ان كل الناس اللي هتستفاد بالفيديو ده هيشكروك مليون مرة. شكرا يا ريس.